هذا ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة مقترح الكيان الصهيوني بشأن ما يسمى منطقة آمنة في بلدة المواصي جنوب قطاع غزة بأنه وصفة لكارثة. غيبريسوس قال في خطاب ألقاه أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بشأن الأزمة في غزة إن محاولة حشر هذا العدد الكبير من السكان في مثل هذه المنطقة الصغيرة ستزيد بشكل كبير من المخاطر الصحية لسكان القطاع. إن اقتراح إنشاء ما يسمى بالمنطقة الآمنة في المواصي جنوب قطاع غزة هو وصفة كارثية. إن اقتراح إنشاء ما يسمى بالمنطقة الآمنة في المواصي جنوب قطاع غزة هو وصفة لكارثة. إن محاولة حشر هذا العدد الكبير من الناس في مثل هذه المنطقة الصغيرة ذات البنية التحتية الصغيرة والخدمات المحدودة ستؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية بشكل كبير بالنسبة للأشخاص الذين هم بالفعل على حافة الهاوية.